طيب علي داي أيضا أسطورة الكرة الإيرانية، الصحافة العالمية تتحدث وتشير إلى أنه تلقى دعوة رسمية من الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا من أجل حضور مباريات المونديال في الإستاد كضيف شرف، ولكنه رفض هذا الأمر وقال بأن بلاده تحتاجه الآن أكثر من أي وقت مضى، وأنه لابد له ألا يغادر إيران وأن يقف بجانب المتظاهرين والمحتجين وكل أهالي إيران المطالبين برحيل هذا النظام. بماذا تعلق على هذا الموقف وتلك الكلمات؟ نعم، لا شك هذا موقف وطني ويحسب له، وهنالك الكثير من يعني من الذين يتخوفون من أداء النظام الإيراني، أو من الممكن أن يكون هي أحد أهم الأسباب يعني التي دعته إلى اتخاذ هذا الموقف هي أسباب أمنية. يعني بمجرد يعني وقوفه إلى جانب المتظاهرين هذا بحد ذاته يعتبر جريمة بالنسبة للنظام الإيراني، ويعرض حياته للخطر، وبنفس التوقيت فيما لو دخل إلى إحدى المطارات سيكون معتقل، وفي يعني من الممكن أن يتم تصفيته. لذلك أعتقد هي هذا الإجراء الذي اتخذه هو إجراء صحيح وبالمطلق، ومن الممكن أن نشاهد هنالك المزيد من عمليات التحصيد سواء كان من خلال يعني ما يحصل على مسار كرة القدم أو غيرها كمواقف سياسية، وكذلك أيضا مواقف اقتصادية، يعني تعطيل مؤسسات الدولة وحتى قطاعات الطاقة ربما قد تلقي بظلالها في الأيام القليلة القادمة على الاقتصاد الإيراني بشكل عام، وكذلك تساهم بشكل أو بآخر عمليا في الضغط ممارسة مزيد من الضغط من الشعب الإيراني على حكومته. ونشاهد هنالك الكثير من التظاهرات التي من الممكن أن تحصل حتى في المناطق التي تعتبر من الكتلة الصلبة التي شكل منها النظام الإيراني، وبوجه التحديد نتحدث عن مدينة قم، هنالك الكثير من التظاهرات تحصل فيها. يعني هذه التي يعني القلعة الاستراتيجية بالنسبة للنظام الإيراني أصبحت اليوم هي ضمن معادلة الاحتجاجات. لذلك النظام الإيراني يلجأ إلى سياسة التهدئة بشكل عام، لكن عمليا هل يستطيع ضبط هؤلاء يعني الميليشيات المرتبطة به سواء كانت بمسميات الباسيج أو غيرها؟ أعتقد أنه من المستحيل، وإنما سيقوم عمليا في تغيير أزياء يعني الزي الرسمي بالنسبة لهم، يعني بدلا من أن يرتدي اللبسة العسكرية من الممكن أن يرتدي يعني اللباس المدني ويقوم بممارسة القتل والجرائم وبكافة صنوفها بحق الشعب الإيراني.